تغطي لشهر رمضان المبارك. عشنا معكم مغامرة شوبينج والديفيلي مع سعيدة، مريم، ابتسام ونغم، وتشاركنا فرحة مريم فوزها بلقب سيدات شوبينج. وأكيد انطلاقا من هذا الأسبوع تحديات جديدة مع أربع مشاركات لأول مرة في شوروم سيدات شوبينج، مبلغ محدد، وقت ضيق، موضوع من اختيار ليلى حديوي. متحمسين لهذه المغامرة ديال هذا الشهر بزاف. في كل أسبوع غادي نرافقوا واحدة من المشاركات ديالنا للشوبينج في المحلات المفروض عليها، مهمتها تكون لبسة كاملة، حوايج، ساك، اكسسوار، وصباط، وتحتار موضوع الشهر. صاحبة أجمل إطلالة كتحصل على أكبر عدد من النقاط، كتفوز ب10,000 درهم وكتصبح سيدة شوبينج. مشاهدينا السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في سيدة شوبينج. شهر جديد، موضوع جديد، وربعة متسابقات جداد اللي كنقترح عليكم تعرفوا عليهم أكثر. وقبل ما نتعرفوا على متسابقتنا الأربعة، ما فيها بس نذكروا أننا عشنا معكم شهر رمضان ممتع وشيق، وحققنا فيه معكم نسب مشاهدة إجمالية فاق 157 مليون مشاهدة ومشاهد، وليكم جميع كنقول لكم 157 مليون شكرا. ومن بعد الشكر ندخلوا معكم للمعقول. أول مشاركة سامية من مراكش، 23 سنة، طالبة بشعبة التسيير، في تعليقها كتعطي ما قل ودل، ولكن انتقاداتها كتشوط بحال المدهونة بالسودانية. كاتاستروف، نو موفي شوا، نو 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 نو. مرحبا بك الغزالة سامية، مرحبا بالناس مراكش. وقبل ما نتعرفوا عليها اكثر، نتعرفوا على اول احساس ديالها داخل شروم سيدات شوبينغ. الوغ الاحساس الاول ديالي ملي دخلت الباتو كان شويه ستريس وبزاف ديال لي زيموشن. ومازال ان شاء الله غادي تعيشي اكثر. يلا نتعرفوا على المنافسه الثانيه ديالك، الاستاذه سعاد من مدينه الفنيدق، 45 سنه، استاذه ماده الفلسفه، ومعها غادي نستافدوا كلنا من دروس دعم مجانيه في ماده اللغه العربيه. ما هذا يا خديجه؟ خطوه خاطئه فاشن فوبا وتحفظ على كليب للا خديجة شوبين موفق. مرحبا بك للا سعاد، جيتي غزالة تبارك الله عليك، جادو طن لوك. سلام سافا سعاد، تشرفين سامية. تشرفين. وحتى أنا متشرف بالمعرفة ديالكم بجوج. يلا سامية، أول انطباع على المنافسة ديالك. الامبريسيون الاولى اللي كانت على سعاد كانت سيده ناشطه وزوينه avec le sourire، دخله و اليغانت، عجبتني بزاف البيسه ديالها. من مدينة؟ انا من مراكش. انت؟ انا من الفنيدق. شوفين ناس تشامل. الله يبارك فيك. طريقه اللبس ديالها، تناسق الالوان، الطريقه باش شاده الفولار ديالها، الشال، كل شيء لي زاكسيسوار ديالها كلهم تيحيلوا على شخصيتها. يلا نستقبلوا ثالث شخصيه لهذا الشهر، هدى من مدينه الدار البيضاء، 23 سنه، مسؤوله بقسم المشتريات. هدى كتشوف راسها منافسه قويه، ثقتها في نفسها عاليه، وانتقاداتها غادي يكونوا فاس. هذاك الجيلي غير عطيه سبيل الله، اللي زوين زوين بلاصاك، انت بغيتينا ندابز. حتى انا الثقه كاينه، وتا انا سيده شوبينغ. مرحبا بك هدى، جا معك الصفر. سعاد، متشرفين. من اين جينا سامية؟ مراكش. وانتي؟ كازا. شكرا. انا من الفنادق. متشرفين. الله يبارك فيك. حتى نتوما في حالي البنات مبليين بشوبينغ. معلوم، شكون اللي ما مبليش؟ هدى جاتني شخصيتها مريحة، حلوة بزاف، زوينه، حتى هي زعما لباسة وداك الشيء أنيقة بزاف. وجو فوك تو مي دي كولور انتيا. بون أنا ميكس، ما كلشي كيعجبني. هدى زوينة، حتى هي يعني سوبر أكتيف، عجبني لا كولور ديالها، الماتش ديال الحوايج ديالها، الأوتفيت كامل زوين. حقيقة بجوج بكم إطلالة ديالكم زوينة اليوم، ألوان رائعة. كيبان ليا كيعجبك لو غوج. جادور لو غوج، سي ما كولور بريفيري. سامية جينيراسيون ديالي كتحماق على لي كولور، حتى أنا يعني لقيتها كتفكر في حالي. ماشي أي وحدة تلبس الحمر. وي. لي شخصيتها قوية هي اللي تقدر تلبس. أي ميرسي. حتى الأصفر لون السعادة زوين بزاف. لالا سعاد بدات التحليل ديالها، ولا كانت بحال الفلاسفه اللي كنعرف وصعيب نحبسوها. لالا ساميه، شنو كدير في حياتك؟ انا كنقرا مازال، وصلت ماستر كوميرس انترناسيونال. لهدى جو سوي ريسبونسابل داشا، او باراليل كنقرا. الله يوفقك. انت مدام؟ انا استاذه ماده الفلسفه. تبارك الله. كانت احسن ماده عندي، واخا انا ما كنتش ادبيه ولكن كتعجبني. هي استاذه بيان سور،
و ابار سا هي كبيره في لاج دونك نقدروا نستافدوا منها فشي حوايج وكيف متى هي تستافد منها فشي حوايج. ايوا ما عرفتش شكون غتكون المتسابقه الرابعه. تعالي مشات ديال الشوبينغ يمكن هي مشات اليوم سي وي الله معاها. ايوا نشوفوا شنو صيفطات لينا. اوكي اوكي البنات حتى انا متشوق نتعرف على المشاركه اللي غادي يفتتحوا معاها مغامره سيده الشوبينغ لهذا الشهر. صباح الخير البنات. صباح الخير. معكم خديجه دو غابا 33 ans. Je suis conseillère cosmétique. غزال خديجه مرحبا بك معنا في سيدات شوبينغ. نتلاقاو مورا شوبينغ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. خديجه زوينه غزاله تبارك الله سوريانت و انرجيك. هي اصلا كونسيير اون بوتي دونك هادشي غيعاونها بزاف في مسابقه. خديجه جاتني بنت حليلوه ظريفه كتعرف تهدر كتعرف تلبس باينه عليها منافسه قويه اصلا نردوا البال منها. تردوا البال من خديجه متفقين ولكن خاصكم تردوا البال اكثر مع موضوع الشهر. البنات انتم مخلوعين في حالي من لو تيم اللي غتلونسي لينا ليلى. شويه ولكن انا نتمنى يكون زعما داكشي اللي في بالي. انا مخلوعه حتى انا جيمغي بيان تكون شي حاجه قريبه ليا قريبه لو ستيل ديالي. انا مخلوعه قلت تقدر تعطينا اللبس و كولور وحده ما نقدرش. واو. انا جاوا ما نقدرش كنبغي نخلط يكون هذا هو لو تيم زعما الا كان كنحماق على هذا الموضوع. حتى انا جيمغي بيان ديما نهرس شويه بشي لون. هي لحد الساعه لو تيم عالم به غير الله وليلى. سهل ولا صعيب غادي يعجبكم ولا يخوفكم الله اعلم. اللي يمكن لي نقول لكم ان ليلى عندها لكم مفاجاه صيفيه. مرحبا بكم البنات. سلام. متحمسين لهذه المغامره ديال هذا الشهر بزاف. ايوا اسمعوا مزيان البنات الموضوع ديال هذا الشهر هو لوك على الموضه بالوان الصيف 2019. واو لي اذا كيف كتعرفوا الالوان الصيفيه اللي على الموضه كاين الازرق الاحمر كاين البرتقالي كاين الاخضر كاين بزاف ديال الالوان اللي غادي تلقاوهم في المحلات ديالنا اللي غنقترحوا عليكم. وبطبيعه الحال هذا اللوك هذا خص يكون فريمون طوندونس وما تنساوش لي زاكسيسوار لو ساك وحتى لي شوسور. اكيد هذه المفاجاه الاولى. والمده اللي غديروا فيها الشوبينغ ديالكم هذا الشهر هي ساعتين ونص. وي مزيان مزيان ساعتين ونص بلاتي لا زربع على صلاح. والبيدجي باش ديروا الشوبينغ ديالكم ديال هذا الشهر هو 2500 درهم. وي ايوا البنات نعول عليكم. شكرا ليلى عولي علينا. يلا لا لا معولين عليكم تحمروا لنا وجهنا قدام المغاربه مجموعين. انا بالنسبه لي ساعتين ونص ديال الوقت هي اللي خلعاني اكثر ما خلعنيش البيدجي. وانت يا ساميه اش بان لك؟ انا ما مولفاش ندير ساعتين ونص مي بون جو مادابتي نحاولوا. حبيبه خصك دابا تحاولي ولكن لو تيم ديالك فرحانه مع راسك لي كولور. انا بدا فرحت اون فوا سمعت لي كولور ديال الصيف و افيك توندونس 2019 راه زعما سي مون تخوك انا عزاز عليا لي كولور. الالوان كطلب شويه ديال الجرأه شويه ديال القوه ماشي اي واحد غادي يلبس الالوان الصيف هذا ما وهادي هي فرصه دابا تبدلي كلشي. البنات خداو الطيبه عليا على انني انا خفت من الالوان ولكن هذاك دخل في المسابقه ما كنكشفش على الاوراق ديالي كلهم. قلت لكم غادي تحيروا مع الاستاذه ديال الفلسفه استراتيجيه واعره ولكن قبل ما تطبقيها يلا نمشيو للرباط عند خديجه اللي كتسنانا. اهلا سيدات شوبينغ مرحبا بكم عندي تفضلوا. لالا خديجه مرحبا بينا عندك. مرحبا بلالا خديجه. الله يبارك فيك شكرا. وخديجة عندها الألوان ثم الألوان ثم الألوان واجد الموضوع اش بان لك ليلى؟ كنشوف بأن خديجة عندها لوينات في حويجاتها وحتى في لي شوسيغ وإلي ساك كنظن ما غاديش يجيها صعيب هذا الموضوع. بلاكا ديالها منظم تقريبا جميع الألوان عندها وهذا كيدل على أنها شخصية منفتحة. توجور دي كولور مزيان زوين ستيل ديالها زوين فغيمون تبارك الله عليها كلشي مقاد. خديجة برافو عليك. يلا ندخلوا للبلاكا. مريو ديالي نوريكم الحوايج ديالي. هاد لا روب كنت خديتها صافي دابا واحد 12 عام فريمون مابقاتش كتجي قدي ولكن اشاك فوا كنكون مسافره ولا شي حاجه خصني نديها معايا. كيفاش فهمت هي لا روب صغيره عليك وتديها معك في لافاليز وكتلبسيها وهي صغيره عليك ما فهمتش يا تيتون يا كيك شوز كي بابا. زيديني عليك ليلى. خديجه سبحان الله نضعف في الفواياج شي حاجه المهم ضروري هادي خصها تكون عندي هاد لا روب. وايلي زعما غادي تنعسي وتفيقي وتلقيها ولات قدك وتفاؤل كبير هذا. البنات اش بان لكم في هذا الموضوع؟ فهمت الميساج كان كيوقع لي انا بحال هكا.
انا خديجه كنقول لك كنصحك نصيحه بلا ما تدافع على قبلها، ما عجبتنيش. وايلي جيتيها من الاخر درتي لها كلشي في الزيرو. ليلى وهي في حقيقه اللون ديالها زوين، واذا بغات تدافع على بدات الكسوه علاش لا. حتى هذه كتعجبني بزاف هاد لا توني، كنت خديتها انا وصاحبتي سكينه كانت معايا. كوكو سكينه. وبقينا شي ساعه وحنا كندابزو، لا انا لا انت لا انا. ومن بعد ابري انا اللي خديتها. تبارك الله عليك، كي جاتكم عندي الحق نحتفظ بها. انا لا توني عجبتني فيك انت بيسكو لا طاي ديالك، ولكن ماشي لدرجه انني غنضرب مع صاحبتي على قبلها بيسكو ما عجبتنيش بزاف. عندي واحد لو جيلي في لو جون مع تيشيرت ديالو كنحماق عليه كيعجبني، كندير معاه هاد لو جين بلون كتجي لبسه زوينه. كي جاكم البنات ذوقي. خديجه احتفظي بتيشيرت وهذاك الجيلي غير عطيه سبيل الله. احيانا عليك في سبيل الله، قولي سبيل المنافسه. ودنتي زعما عجيبه. خديجه il faut vraiment éviter t-shirt jaune ou gilet jaune. شويه لا كولور كتودر باسكو بزاف، سي فريمون ترو. لحد الساعه حتى حاجه ما عجبها البنات، ساعه اخرى يحمل الله. ما تنساوش واحد الحاجه اللي هي غادي نتحزم لكم وغادي ناخذ ديك الشيء هو هذاك، وانا اللي غناخذ سيدات شوبينغ. هاك نبغيك يا خديجه. حنا اللي نتحزموا لك خديجه، ردي البال معنا. برافو عليك، الثقه كاينه، حتى انا الثقه كاينه، وتا انا سيده شوبينغ. اونفيرا اونفيرا. وهادشي هو اللي غادي نعرفوه في اخر الشهر. يلا قرب قرب سيدات شوبينغ، 10000 درهم ما بقاش ما بقاش. شفتي شفتي الحوايج اللي عندك، خلينا نترزقوا على الله. هادي كنت خديتهم باش ندير لو سبور، مي سي بيان دوماج باقي ما بديتش. شجعوني البنات دعيو معايا، انا عاجباني ما فورم، حيت غير شويه كريشه سي تو. وهذيك شويه الكريشه راه هي اللي غتخليك ما تلبسيش بزاف الحوايج، داكشي علاش كنصحك ضعافي باش تلبسي هاد اللبسه وتمشي ديري سبور. خديجه غير بداي وغادي يعجبك راسك كثار كثار من دابا صدقيني. واللي كتنصحك عارفه راسها مزيان علاش كتهضر. عشت واحد الحاله التغيير لمده سنه وشهرين، طيحت فيها 30 كيلو. والله يا خديجه اذا بديتي سبور ما غاديش تحسي براسك، حتى غادي تولي فريمون اون فري اتليت، لان غير البديه هي اللي صعيبه. واحد لا شوميز كنحماق عليها قديمه وي، ولكن كتعجبني، والدليل على انها كتعجبني وذوقي زوين ها هي رجعات لا طوندونس ديالها. وحتى انا عندي ماشي دو شوميز في لو ميم ستيل، انا عندي تحفظ على الستيل ديالها شويه قديم. البنات الله يهديكم، لا باقيش تديروا لي بحال ما هكا. دابا وحده قالت لك طوندونس وحده قالت لك قديم، شكون نتبع انا؟ ليلى لو ليوبار باقي ما ماتش، لاننا فريمون تلقاو لو ليوبار في جميع الالوان. كنلقاو في هذا اللون ديالو اللي كنعرفوا بالمارون، كنلقاو بحال هذا اللي لابس انا، كنلقاو بالاحمر بالغوز بزاف ديال اللوينات. دونك لو ليوبار توجور توجور طوندونس، وكنصحك كنصحك تلبسي مع اون كولور روج. دونك ليوبار مازال طوندونس. اش يا خديجه مازال ما قلتيش لنا شنو علاقتك مع الشوبينغ؟ كيعجبني ندير شوبينغ. واحد المره كانت وقعت ليا، كملت لا سالير ديالي طرطقتو في الشوبينغ وكملت من عند ماما وبابا الله يسمح لي منهم. انا لا الله يسمح لينا وليك من الوالدين. اجي بعدا وقعت لك مره واحده بيني وبينكم، واقيلا اكثر من مره واحده. ايوا شتي، ونزيدك راه ماشي غير بوحدك. شي مرات تنوصلت انا بحالها انني كندوز في السالير ديالي كامل. تنعاني من بعد. ما يكون بس ساميه الله يسمح لينا كلنا ابغي دير، ولكن انا لا، انا جو شي شويه ريسبونسابل، ما تنديباسيش بزاف لي ليميت. تبارك الله على مولات العقل، ايوا عندك ديباسي لي ليميت في الشوبينغ ديالك. سيربريز لي في، انا مشيت بدلت وتشهيت لبس لكم البلدي باش تشوفوا كي جاني. هذه جلابه ديال راندا، راندا سي لا توندونس، ودرت معاها قميص ديال دونتيل من التحت كوم سا باش تجي شيك وزوينه. على لا على الجلالب يا لالا، بصحتك وراحتك. عجبني بزاف لو ديتاي اللي درتي ديال لا دونتيل، اللون جا معاك من داك الشرفيع، ولكن لو تيسو ساتيني كيغلط شي شويه، دونك ايفيت تو سكي ساتيني بوغ توا. يجي معاك البلدي، انت طويله عندك لا طاي ديال البلدي، انا كنصحك تبقاي تلبسي البلدي. زعما شنو زعما قضيتك زعما هدى فسري ليا، واش زعما السيده اللي ضعيفه تلبس البخيطه بوغتي، والسيده اللي عامره تلبس البلدي زعما، والضعيفه ما يلبسوش البلدي زعما؟ يلبسوا، انا بعدا كنلبس باردون كناكل البلدي والرومي والكروازي وزيد حتى بيبي وقنيه، ياك ما نصوبوش الفيسه. انت بغيتينا ندابزو.
اي ولا لا خديجه الحويجات رحنا شناهم والسيكان تما فيهم الوان. لا ليلى السيكان فيهم كوكتيل ديال الالوان. عندي هنايا لو برون، عندي لو فير، لو جون، لو روز. هاد الكم كامل عندك ديال لي ساك. واو مزيان برافو عليك. كان حماق على لي ساك بيان سور، حيت حتى الساك كيعطي واحد الجماليه للمراه. ايوا كاع العيالات كيحماقوا على لي ساك ماشي غير انت. واخا كتحماقي على لي ساك خديجه ناقصك واحد شويه الذوق في لي ساك. بصحتك خديجه. الله يعطيك الصحه ميرسي بوكو. لا ميرسي على واجب، ولكن بلاتي شي ناس عندهم شي اضافه. شوفي اللي زوين زوين بلا ساك، نقدر نلبس لبسه انا كامله نخرج بها بلا ساك. هز غير بزطام. وهذاك البسطام فيه شي صريف اللي يجيب الله. هاد الجلابه هادي باغ اكزومبل كيعجبني نلبس معاها، ناخذ معاها هاد الساك فلو بيج كيجي معاها اكثر كيواتيها. فريمون عندك الحق في هاد القضيه، البلدي كيبغي دي بتي ساك. هاد لو ساك عجبني زوين وفريمون جا مع هاد لاكولور. لا لا على سلامتنا. سي بيان برافو خديجه. الحمد لله حياني الله حتى سمعت ودا عجبتها شي حاجه. خديجه واش كتلبسي لي طالون ولا لا؟ ورينا السبب ديالك. وخديجه تبارك الله كتلبس لي طالون البليغات وحتى السبرديلات. يلا خديجه ورينا باش تبداي. دابا غنشوفوا لي بوتي. يلا ورينا. فوالا كي جاوكم فيهم هاد لاتوش ديال بابيون، سي تري توندونس دابا. ليلى كي جاوك هاد لي بوتين تري جولي فيهم لا بتيت توش اكسسوار افيك لي ستراس تري تري جولي اي بيان سور من الاحسن لبسهم افيك اون روب او افيك اون جوب. سي اكزاكتومون الشكل اللي نبغي نلبس واللي عجبني نكون مرتاحه فيه. دابا غنشوفوا الصباط الثاني. هاد الصباط كان حماق عليه. من حقك تحماقي ليه. اه لي سكاربان اون روج مهم جدا لان فريمون كنقدروا نلبسوا مع بزاف ديال الالوان، وعكس الناس اللي كيحسب لهم بان الروج ما كيجيناش ساهل الوغ كو نلبسوه فاسيلمون مع لو نوار لو غري لو بلو افيك ان جين. فريمون سي تري 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 بيل كولور اي برافو عليك على هذا لو شوا ديالك خديجه. بصراحه غزال غزال، غير هو ما نصحكش تمشي به بنهار باسكو شويه كيعذب. وباش تكمل اللبسه ضروري من لي زاكسيسوار ياك البنات. هينا خديجه اجي نشوفوا شنو عندك انت في لي زاكسيسوار ورينا. انا لي زاكسيسوار كنبغيهم يكونوا ديسكري، شي حاجه خفيفه اللي تزين اللبسه ماشي تغطي ليا اللبسه ديالي. بالعكس باينين جاوني هادو ديالها. مشكله هادي لي زاكسيسوار بالنسبه لخديجه ما خصهمش يبانوا، بالنسبه للاستاذه راهم باينين. ليلى وانت اش بان لك؟ انا ما متفقاش معك خديجه لان لي زاكسيسوار هما مهمين بزاف وخاصهم يكونوا باينين، لانهم اذا ما كانوش باينين ما كيبانوش لينا في اللبسه ديالنا. دونك لي زاكسيسوار مهمين مهمين وخاصهم يبانوا في اللوك ديالنا. عندي واحد الحاجه مهمه خصني نقولها لكم، واحد لو كادو ديال ماما فريمون عزيز عليا بزاف 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 هو هاد لو براسلي. هذا عندها الذوق ماما. صحه وراحه. هذاك خاصك تعطيه ليا باسكو انا دابا دايره شين وبوكل في لو ميم ستيل، دونك خاصك تعطيه ليا ميم سي كادو عطيه ليا. هي سيدنا الولا كيقول لك زعما تاكل لحم، ولكن بيني وبينك هدى بلا ما تحلمي بهذا البراسلي. خديجه تورينا لا كوافور ديالك. فوالا البنات كنغسل شعري دو فوا باغ سيمين، مرة كنمشي نصاوبو عند الصالون على حقو وطريقو، ولا دوزيام فوا كنصاوبو راسي باش نتكيس عليه من الحرارة ديال سوشواغ. مزيانة هاد القضية، إيوا على هاد الحساب، شحال د الوقت كيديرلك شعرك كل صباح؟ 15 مينيت كنصاوب لافخونش، صافي وكيكون ديجا هو مصاوب. تي شعرك قصير وكديريه في ربع ساعة، شوفي أنا شعري قداش وكنديرو في ربع ساعة، دونك ربع ساعة بزاف وقيلا ما تربحيش في هاد المسابقة. هدى نعليش الشيطان، صافي خسرتي السيدة على ود ربع ساعة. المهم في المسابقة غادي نحاول نكون رابيدوس. وكل شيء على رابيدوس، ليلى؟ نقطة مهمة بخصوص الشعر ديالك خديجة، لأنك دائما تنشوفوك ديري الفرقة وكديري لافخونج ديالك قصيرة من هنا وكتبقى ديغرادي في الشعر ديالك. من الأحسن من الأحسن حاولي مثلا تبدلي لافخونج ديالك، مثلا فعاد ما تخلي الفرقة في الوسط حاولي ديريها في الجنب، ولا ديري كوت شوفال باش تبدلي لو ستيل ديال الشعر ديالك. ودابا وصلنا لأهم أهم أهم حاجة عندي هي لو ميك اب، وخصوصا جو سوي كونسيير دي برودوي كوزميتيك، سي مون دومين اللي كنحماق عليه. غتشوفوا معايا دابا لي زيتاب اللي غادي نتبع معاكم. غنبداو بلو سيروم معلمه، وهذه بدايه موفقه. عندك الحق خديجه، الا ما كانش عندنا اون كريم دو باز ولا اذا كنا كنفضلوا لو سيروم حتى هو نقدروا نديروه كوم باز قبل من الفون دو تان. انا كنختار لو تان ديالي ناتوريل كيجي ديسكري بور شاك جور.
عندك الحق عاوتاني خديجه، لان فريمون المهم هو نختاروا لا بون كولور ديال الفون دو طون اللي ما غاديش يجي باين انتر الوجه ديالنا والعنق ديالنا. وحتى دابا خديجه غاديه مزيان، يلا ندوزوا للعوينات. اي ابري غنديروا الايلاينر. الايلاينر فتر سي بلو براتيك. قبل ما نديروا لايلاينر البنات، خصنا ولا بد ناتيفيو لا بوبيير ديالنا افيك سوا اون كريم خاصه بلي بوبيير، ولا نديروا ان فارا بوبيير بور ماتيفيي باش ما تبقاش ديك لا بريونس، ومن بعد اذا درنا لايلاينر ما غاديش يتراسى لينا من الفوق من لا بوبيير ديالنا. فهمتوا البنات؟ ودابا نمشيو نطراسيو الحجبان. يا لا 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 طراسي ليا مزيان. ودابا غادي ندوزو للروج على ليفغ. لو روج على ليفغ كنحماق عليه بزاف، هو اهم حاجه عندي في الميك اب، ما كنصغناش عليه. عندي واحد في لافاتور وجوج في الساك وعشرة في الدار، كنتسطى على الروج على ليفغ. اهلا لا بصحتك وبراحتك، انا بعدا نوعدك الا ربحتي سيدات شوبينغ نصرف لك 10000 درهم كل يا روج على ليفغ. خديجه بالنسبه للروج على ليفغ كنصحك ديري دائما كونتور على ليفغ، ومن الاحسن تغششي شويه في الكونتور على ليفغ ديال ليفغ سوبيريور ديالك باش تقدر تكبرها وتولي عندك مبوش بلو بلو بلو. دونك دابا بقات لنا حاجه وحده هو لو فاغاجو على اي لا ديرنيير توش. هلا كي جاكم البنات؟ علاش خديجه نسيتي الماسكارا؟ نورمالمون كدير حتى هي في الماكياج ما دخلتيهاش. ماكياج خديجه بان لي مزيان، طبقات مزيان سيب، زعما عارفه اش كدير وعارفه لان زعما الدومين ديالها، وهذا بان لي الخطوات اللي كلها ممتازه. الا لا برافو عليك، نكملوا. خديجه نشوفوا لي لوك بريفيري ديالك. لي لوك ديال خديجه، انا في هاد القضيه ديال لي لوك كنبغي نسمع التعليق ديال البنات. هاد لا توني كتعجبني بزاف، كنلبسها الا كنت معروضه لعنديني ولا شي خرجه هكذا بوغ لو سوار. خطوه خاطئه فاش نفو با، كنظن ما خصهاش شده، وكنظن زعما غادي يتفقوا معايا البنات، هو الطول ديال الكسوه، اننا هذاك الحجم هذا خص يكون ميكون عندنا جيلاتنا شويه رشيقين. السيدة انا ما متفقاش معك، ماشي حيت حنا تبارك الله ضعيفات ولا عامرات ما خصناش نلبسوا حتى حنا لي روب ولا لي جوب، ماشي سي با فاشن فو با. لو سول فاشن فو با هو في لي باموس. لي باموس لي لابسه تي سي با لا ميم كولور ديال البشره ديالنا. انا واجده دابا شوبينغ ديالي مستعده، نتمنوا لي حد سعيد البنات. باي باي. باي باي وحد سعيد. ساميه براتيك بور شوبينغ، حنا خصنا نكونوا اليز وجري وكرونو وكل شيء، دونك مزيان. لالا خديجه شوبينغ موفق. شكرا استاذه سعاد. البنات عندكم اخر فرصه باش تناقشوا البلاكار ديال خديجه، يلا شكون تبدا؟ استاذه تفتتحي الجلسه. انا عجبني البلاكار ديالها، منظم في كل الالوان، وهاد فيك السبور كنشجعكم خصكم تبداو صراحه. سورتو انت ما عندك ثقه في النفس. لا صافي خذوا القرار واكيد توصلوا للهدف ديالكم ان شاء الله في حالك. انا عجبني البلاكار ديالها، عجبوني بزاف لي كولور اللي عندها، سورتو لا تاي ديالها غوند، دونك هي سون فو كاريمون دو لا تاي، ما عندهاش مشكل. انا بعدا متفقه معاها في حاجه وحده، سبور، حتى انا معكازه وزعماتني غادي نوض ندير سبور شويه. منفتحه بزاف انها تقدر انها تجرب كل شيء. يعني. ولي تالون شنو عجبكم في لي تالون ديالها؟ عجبني انا داك البوتين اللي في النوار اللي فيه ورده اللور. حمقني لي زيستراس. هذوك تقدر تلبسو في الصباح وتلبسو في الليل، بون زوين عجبني. سي فري حتى انا هو اللي عجبني بزاف. حتى انا كذلك عجبني. اتفقنا على شي حاجه. انا لا حتى انا متفق معكم، المهم خديجه راها مستعده تبدا اول شوبينغ ديالها لهذا الشهر، والتفاصيل من بعد الفاصل. خديجه انت اللي مازال ما سمعناش الراي ديالك في لو تيم، الوغ كي جاك؟ سهل صعيب ولا كنتي كتوقعيه؟ عجبني لو تيم وكنت متوقعاه، حيت الصيف دابا وانا اصلا عزيزين عليا لي كولور، وغنتمنى نحاول نضبط الوقت ديالي. والبيدجي؟ بالنسبه للفلوس غنحاول ان شاء الله نديسباتشيهم ويكفيوني وناخذ بهم كل شيء اللي بغيت. إيه ان شاء الله. يلا نذكروا قانون المسابقه. عندي 2500 درهم، ساعتين ونص، لوك على الموضه بالوان صيف 2019. ثلاثة جوج واحد، تاب شوبينغ.
على بركة الله نبدأ الشوبينغ ديال خديجة اللي جاية بالتمختيرة وبجواية عليها. سلام. السلام عليكم. معك خديجة من سيدة شوبينغ. مرحبا. بغيتك تساعديني تعطيني لي كولاغ ألوان صيف ديال 2019. يلا خديجة ورينا شنو عندك. كنشوف بأن كاين بزاف ديال اللوينات في هذا المحل وكنظن بأن غتلقى لو شوا ديالها في هذا المحل. كنظني إلا قلبت مزيان تقدر تلقى شي حاجة. كاين. كاين الزرق كاين فهاد لي شوي بغيت البلو إلكتريك. عزيز عليك البلو إلكتريك خديجة ياك. بلو إلكتريك 110 ولا 220 خديجة؟ ما كرهت شي حاجة يكونوا فيها كاع لي كولور باغ اكزومبل شي بونطالون فيه دي كولور كاملين شي حاجة فريمون ديال الصيف. فلوري لا فيه لورانج لا. زوين بونطالون كولور زوينة مزيون ولكن على حسب تتقيسو باش يبان. ما نقدرش نحكم انا دابا هو المسخ دا كيبان عطيه وقدر ما يعطيش. وبغيت حاجه اخرى الا كاين شيء فيه لي كولور يكون فيه احمر خضر زرق. كاين هادو اها واخا اعطيني هادي. ما هذا يا خديجه؟ ماذا هناك يا اخت العرب؟ الم يروق التيشيرت؟ اذا فلنغيره. شوفي هذا هذا داخل فيه شويه الغوز. فيه الغوز الخضر نو. ودوختي انا معك خديجه لان فريمون درتي المحل وعذرتي المحل وعذرت المحل. والله ما كذبتي يا ليلى وانا كنقول علاش راسي كيدور. ويلي خديجه هادشي كامل مازال ما لقيتيش شنو باغا. وكاين 3 كار. لا 3 كار لا. كاينه هذه في البلو. واخا عطيني وحده في الزرق. شحال باقي لي هاد الوقت؟ ساعتين و10 دقائق خديجه. داكور اوكي لا فيست. دابا غادي ندخل نقيس. على سلامتك وعلى سلامتنا. تعطينا يمكن جات بالفايدة. عجبتني هاد اللبسة بزاف فيها الخضر فيها البلو. كنظن راسي أنني أنا في لوتيم غدا مزيان. وأخيرا خديجة قيسات أول لبسة. هاد اللبسة جاتك زوينة بزاف لأن فريمون اللون ديال البنطالون ومع الأو جا مواتين وفي نفس الوقت اختاريتي أون كوب ديال البنطالون كوب دغوات اللي جات مع لا مورفولوجي ديالك. J'adore هاد لا تنو خديجة غير خرجي وقلبي على لي زاكسيسوار وبلا ما تضيعي الوقت خدي هادي جاتك غزالة. هي مزيونة بالالوان وهذا بدي تحفظ واحد هو ملي تكون شي حاجة لارج واسعة من التحت ماخش يكون عاوتاني الفوقاني حتى هو واسع. واخا لالا سعاد والتحفظ ديالك غادي نرفعوه لخديجة ونناقشوه في مجلس سيدات شوبينغ. اجي اجب نوار شمس سيدات شوبينغ. خديجة ما هذا خلاتها سعاد؟ هاد اللبسة عجبتني ديال الصيف مبردة. مبردة؟ هادي لبسة ولا مناضة؟ نو 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 ستوب ستوب خديجة هاد اللبسة هادي فريمون جو نو لايك با. نو موفي شوا لي تيشيرت وهاد لي بتي تخيك ديال نونوس وشنو هو شيان وهادشي نو سا باس با. جو بريفير لا شيميز لي قبل. جو بو با ميلونجي ما نقدرش ندير هنا بونطالون في لي فلور كيبان كلاس مع هاد لو ستيل ديال لو شيان هنا شويه طفولي. سؤال مزيون ممكن نعتبره في الموضوع ولكن متحفظ على كليب. مال الكليب مالو خفتوه ياكل لكم نوار الشمس. دو بريفيرونس البنات اللي عندهم فريمون دو لا بواترين ياخذوا دي كول في ولا ياخذوا دي كول بلوز اوفير با لي كول ران باسكو لي كول ران افيك لا بواترين سا فا با. ما عرفت شحال بقى ليا في الوقت. باقي ليك ساعة ونص. واو ساعة. أيه ساعة وغير في هذا المحل. يلا الكليب ولا الوريدات؟ تقدري تعطيني لي بخي ديالهم بجوج؟ الأولى والثانية. إوا على سلامتك اللي غادي تسولي على الثمن. خديجة كان عليك هادشي تشوفي من الأول ماشي شتي الحوايج وأنت نسيتي راسك. ميرسي بوكو سمحي لنا بزاف. في نظركم أشنو غادي تكون شرات خديجة؟ اللبسة اللي عجبت كلشي ولا اللبسة مولات الكليب اللي عجبتها غير هي؟ ديجا دوز في المكازان الأول ساعة دابا بقات لي ساعة ونص وباقي ما كملتش لا توني بدا الوقت كيتزير عليا. على هي داتها فيا. أي هلا لا راه بدا كيهرب عليك ولا ما طلقتيش راسك غادي تلقاه طار كيف ما طار سيدنا رمضان. بونجور بونجور السلام عليكم لاباس معك خديجة من سيدة شوبينغ. مرحبا. يلا المحل الثاني والاختيار أشكال وألوان. واو الألوان فارضة نفسها. لا بوتيك زوينة فيها بلوس دو شوا بور خديجة. هاد لاروج بشحال كدير اللي فيها الروج والبلو؟ كدير 450. 450 فيها غير هاد لي كولوغ هادو؟ فيها غير هاد لي تخوا كولوغ. داكوغ هادي اللي فيها الروج والفيغ؟ لو بخي ديالها 450. حتى هي 450 اكزاكتومون. داكوغ شوفي ليا فيهم واش كاين لارج. مرحبا شفتو هادو خديجه مالك مشى عليا الحال
تعطلت بزاف. يلا هي وسربي انا نمشي نبرقيك لي كومونتير ديال البنات. صراحه غزاله هاد الكسوه هادي 450 ثمن مناسب، انا في بلاصتها غادي ناخذها سورتو حيت فيها لي كولور اللي غادي تحتاج خديجه بلا ما تعذب وتقلب على بونطالون ان تونو، وزياده على ذلك هذا هو لو ستيل خديجه. هادي نشوفوا هادي عافاك حتى هادي اوكي مرحبا. يلا خديجه سربي قيسي راه ما بقاش عندك الوقت. لو روج لو نوار الاحمر والكحل هاد الالوان كتعجب بزاف ديال الناس، ولكن واش تعجب ليلى؟ هاد الكسوه هادي فريمون ما عطاتش سا نا با دوني اون فالور اجوتي لا مورفولوجي ديالك، دونك من الاحسن هاد لاغوب روج ما تلبسيهاش. خديجه هادشي بعيد على الموضوع ما كيشبهلكش، بدلي بدلي عافاك عافاك دير حاجه اخرى. الا جبت هاد لا توني في الديفيلي سي زيرو. ويلي على زيرو دوبل زيرو دوبل زيرو كاع. الله يهديك عنا المراكشيه. يلا نمشيو نكتشفوا جميع اللبسه الثانيه ديال خديجه، نتمنى انها تعجبكم. كنظن هاد اللبسه داخله في لو تيم، عندي دي كولور على مود ديال الصيف، وعندي هاد لافيست هادي تري توندونس. لا فيست اون جين طويله بزاف اي ال تو تاس كتقصرك اي سا فا با دو تو دو تو دو تو، كون كانت شويه قصيره تقدر تجيك حسن، دونك سا فا با دا تونو جو نو لايك با دو تو. اوكي ليلى سميا نو 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 دو تو. انا هادي عجبتني كتشبه لها وهادي هي خديجه. صافي وفضينا وسالينا. بغيت نعرف شحال عندي ديال الوقت. هي الاولى 50 دقيقه. او تعطلت بزاف. ناري 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 50 دقيقه وباقي ما خديتيش لو لوك كومبلي، ما خديتيش لي اكسسوار، ما خديتيش لو ساك اي لي شوسور. في فيت هي راه كاد زربه ليلى، غير طريقتها في الزربه هي بشويه عليها. لا عليه باي باي. سلام عليكم. سلام. نظركم شنو غادي تكون شرات خديجه من هذا المحل؟ اللبسه اللي غادي تجيب ليها دوبل زيرو، ولا اللبسه اللي على حساب سعاد كتشبه ليها؟ يلا خديجه يلا 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 ما بقالكش يلا دغيا. يلا خديجه سربي راه الوقت كيطير. ما بقاش ليا الوقت بزاف، بقات ليا 1752 درهم، باقي خصني نشري منها الصباط، نشري منها الساك، نشري منها لي زاكسيسوار، ما عارف كي غندير اليوم في هذا الشيء هذا. بيناتنا والله ما بقيت عرفت خديجه على ايش ناويه، مي راه وصلت المحل ديال الصبيبطات. هاد المحل غتلقى فيه لي شوسور لي بغات، اون بليس كاين بوكو دو كولور اي كاينين دي شوسور تري توندونس. شحال لو بري ديال 1350؟ هذا اللي وريتيني قبيله لالا شحال كيدير هذا لو بري ديالو؟ هذا الثمن ديالو 1450. واخا وهذا؟ هذا 1300. ما عاودش نفس الخطا هاد المره، اشاك فوا كنهز شي حاجه كنسول على لو بري كوم سا باش نربح الوقت وما نضيعش الوقت ديالي حيت ما بقاليش بزاف. ودابا غادي نقيس هاد لا صوندالي ونشوف كي غادي تجيني. واش خديجه حنا ما عندناش الوقت وانت باقا كتشرحي الهضره بزاف. هي بحال شويه ديال الوقت، ولكن دابا كتبان لك كضيع الوقت عاود مره اخرى، ما استفدتش من الخطا ديالها. يلا البنات شوفوا لي هاد الصنيديله وتمعنوا فيها مزيان، بالنسبه لي انا بعدا داخله في لو تيم تريكولور. هاد لا شوسور تري جولي تري توندونس ندالا ديال الصيف، جو سي با ما عرفتش تلبسها مي الي جولي. جوك فنين خمسة وخميس عليك. الصلاة والسلام على رسول الله. سامية أول مرة عجبتها شي حاجة. موفي شوا. إلا عجبت هاد لا توني في الديفيلي سي زيرو. نو 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 نو. واخا لالا يلا شوفوا لي هاد الصبيبي طردوا لي الخبر كيف العاده اللوينات كاينين، لكن هذا شكلي تاني حبك انت. عجبوني هاد لي شوسور فيهم دي كولور دي تي، وكنظن انهم غيجيوني مع اللبسه ديالي. اللي قيستو كله عجبها خديجه. هاد لي سكارفات هما مزيونين فيهم دي كولور ديال الصيف، سي مودرن سي تري جولي. الا كانت غتلبسو مع شي حاجه يجي معاها بوتيتر، مي انا ما عجبونيش. شحال بقى لي ديال الوقت؟ 32 دقيقة. ناري 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 قفرتها، خصني نوض نمشي لاكاس. وقفرتي هانيت لأنك باقي ما خديتيش لي زاكسيسوار وحتى لو ساك. أو ماي جاد ما بقاش ليها الوقت، ما بقاش ليها الوقت ومازال كتهضر بزاف. عافاك بغيت نخلص. وي ولكن عندي لك واحد الحاجة. داكوغ أوكي. لي زونفلوب سيدة شوبينغ، والقانون كيقول يا ربحة يا ذبحة. لا لا. فريمون انا ما نبغيش نكون في بلاصتك، لان سوا غتربحي الفلوس ولا غينقصوا لك الفلوس في البيدجيت ديالك، ولا غتربحي الوقت ولا غينقص لك الوقت. انا في بلاصتها غنجرب حدي ويا ربي ما نخسرش، حيت انا بغيت الوقت ما بغيتش الفلوس. واخا لالا هدى يلا خديجه سورتي مولانا. عرفتي شنو ما غاديش نلعب؟ نو داكور غنخلصك وصافي. هاي مزيان.
وبلغة الفلسفة سعاد؟ مزيان دات هذا هو المنطق. يلا تبعوا المنطق ونتكلوا جميع شنو قصة خديجة في هذا المحل. الصباط الصفر والزرق ولا اللي غالب عليه البلون كاسي. شحال باقي ليا ديال الوقت؟ 28 دقيقة. ناري قفرتها. على هي قفرتيها؟ أنا بلاصتك نضربها بجرية واحدة ما نوقف حتى لشروم سيدات شوبينغ. لا لا راه قلنا شروم سيدات شوبينغ، شتك غادي المحل الآخر. هوي كان غادي تسد عليك المحل ديال الاكسسوار. هاي الريدو غادي تسد عليها. والوقت يجري قدامي. كنت منا تلقاي لي الساك في هاد المحل لأن آخر فرصة هي هادي لي عندك. السلام عليكم. عليكم السلام. هاد المحل فيه كلشي، وكيف قالت ليلى من مصلحة خديجة تشري كلشي من هنا حيت الكرونو ما بقاش كيسمح ليها تمشي لشي محل آخر. لي ساك زوينين صغيورين اللوان زوينين ديال لا سيزون. انا كنظن هنا غادي تلقى داكشي اللي كتقلب عليه. بغيت شي ساك داكا يكونوا لي كولور ديال الصيف، دي كولور زوينين. كاين هذا اها ميم هاد لو فيغ هذا لي تري بو. عطيني لوطخ داك البلو سيال هذا بشحال؟ هادو 1000 درهم وندير 20%. لا لا عندك الزهر 20% ديال لي زونفلوب ديال سيدات شوبينغ والله الا كتنفع. بروفيت بروفيت. شوفي لي شحال غيبقى لي هاد لو فيغ. الوغ 20% يبقى لك 180. لا ما كافينيش، غتشوفي لي شي حاجه موان شيق كو سا. ايوا بدينا كنحسو بلو ستريس. ما بقاوش ليا الفلوس كافيني بوغ لو ساك، دونك غنشوف شي ساك اخر موان شيق. هادي تيبقى ب 800. ديري لي لي 20% ياك؟ وي درتي لي 20%. بليب درتي لي ديجا 20%؟ داكا شتك ما شداش حسابك مزيانة خديجة. بنتي القضية شوية صعيبة عندها، خصها تفكر مزيان. خديجة أنا بنتي لي فريمون تالفة. خلاوها سيدنا الوالا اللي تلفي شد الأرض، عندك سمعني وتصدق مريحة وما دايرة والو. فوالا كاين هاد لو ساك هذا كيبقى ب 700 درهم. آخر ثمن أختي، والله ما يمكن لي نقص لك فيه شي حاجة. إيوا كي جا هذا جاني غيجي أكثر مع اللبسة ميو كو هاد لي كولور هادو. أوكي دونك غادي نإيسيي هذا بيان سور. داكوغ داكوغ داكوغ. وغادي نجرب هذا حتى هو. جرب لالا ومشي نشوفوا الرأي ديال الخبيرة ديالنا في هاد سويك. جو لايك هاد لو ساك، عجبني في اللون ديالو في لو ديزاين ديالو و لا سامبليسيتي ديالو. واخا عجبني لو جون مي حتى هذا عجبني حيت فيه الزويوقات، فيه هاد لي فلوغ زويونين. سي تان ساك لي هو يقدر يواتيها سورتو كو اون بوندولييغ كيجي مزيون في اللبسه، دونك على حسب اللبسه اللي غتختار. شحال بقى لي الوقت؟ 21 دقيقة. ناري قفرتها بان لي ما غاديش يبقى لي الوقت باش نكمل كل شيء اللي خاصني. لا 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 سلامتك ملي فهمتيها. يلا فهمتي راسك خديجة، يلا طغي طغي خديجة باقي لك مازال. يلا ندعو مع خديجة مجموعين. الله يخليك لالا، بغيت دي بوكل تكون فيهم واحد لاطوش ديال الغوش. داكوغ. سي بوسيبل توريني شنو عندكم؟ بيان سور. الوغ انا هادو. وي. سو مانيفيك. اها. شحال لو بخي ديالهم؟ هادو 300 درهم. عجبوني هاد لي بوكل، سي تري على مود، لا كولور روج فريمون زوينين. هاد لي بوكل دوغي عجبوني بزاف لان ديجا فيهم اون توش دو كولور وفي نفس الوقت طوال وباينين وجاو مع العنق ديالهم. كتزرب بزاف خديجة، نو برون با لو طون باش تشوف لو شوا ودير واحد لا فيجن كامله عاد باش تختار. كتزرب. والصراحه حتى حنا لاحظناها وغير حشمنا نقولوها. 200 درهم هادو تيبقى ب 150. ونشوف هادو، هذا موطارد. وي هادو موطارد. سي بون نشوف غير هادو. انا جو سوي فان دي بلوم فريمون جادور، ولكن ما عرفتش غادي يجيو مع العنق ديالها ولا لا لان بانوا لي طوال بزاف على الحمرين. شحال بقى ليا ديال الوقت؟ 14 دقيقة، يلا طلقي راسك. تعطلت بزاف، حتى هاد لي بوكل عجبوني بزاف، واش ناخذهم ولا ناخذ الاخرين؟ فريمون حرت حرت بزاف. تنفضل تجرب حاجة أخرى. هما زوينين مي بوحدهم، ما تزيدش مازال اكسسوار اخر. عندك الحق ساميه، من الاحسن فاش يكون عندنا دي غروس بوكل دوغي بحال هكايا سورتو افيك دي بلوم بلا ما نديرو دي غرو كولي ولا شي حاجه اخرى. بيان سور تقدر دير دي مانشيت دي باغ مي بلا ما نديرو الكولي. شحال عندي عفاك؟ 150. فوالا صحه وراحه. ميرسي بوكو، الله يحفظكم. سمحوا لنا بالسلامه. اوباغ 850 تكون خلصت بها الساك ولي اكسسوار، ولكن شنو خدات جو سي با. وحتى واحد ما يمكن ليه يعرف حتى الديفيلي واش خدات الساك الصفر ولا الخضر ولا الحلقات الحمرين ولا الخضرين. الحمد لله كفاني الوقت، كفاوني الفلوس، ما بقيت لا حفيه انا لا بلا ساك لا حتى شي حاجه، كلشي شريته وكلشي خديته. دابا غنمشي بوغ لو ماكياج للبلاطو.
وعلى سلامتك لالا، لانا فريمون 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 تخلات عليك. وهذا ماشي رايك بوحدك ليلى، حتى في شروم زيدات شوبينغ المشاركات كيعاتبوا خديجه على الاختيارات ديالها. انا بان ليا في الشوبينغ تلفات واحد شويه واسي نورمال، كتبقاي مستريسيه بالوقت وبال كتعرفي شنو تاخدي نفقصاتني في حاجه وحده. هي علاش لي فوندوز ما عندهاش الوقت، عندها 30 مينوت وكتسولها بغيت هادي وجبدي لي عفاك وبشويه. انا في بلاصه غنمشي عند لا فوندوز غنقول لها عفاك راه عندي القد والقد، عندي 350 جبدي لي عفاك على لي ساك ولي زاكسيسوار وجبدي لي هاد لا كولور وجبدي لي عفاك. هي راه من ذاك النوع اللي انك تاخذ وقت طويل، هي بهذا الشكل هذا راه انا اكثر منها، تاخذ وقت طويل انا اكثر منها، ولكن مسابقه مسابقه. والسوق ديال الججره والريدو كان غيتسد عليها، تعطات بزاف. وي وي هذيك راه غنيت عليها انا. الوقت يجري قدام يصير مثل الزواق. الزواق لا واه البوراق هذا، الله يسمح لك بحق فنانتنا بهيجه ادريس وصافي. وعلى ذكر الزواق اجي نشوفوا شنو دارت خديجه مع البيدجي، ياك ما طرت حتى هو. ايوا لالا خديجه، دابا غنشوفوا شحال طرطقتي ديال الفليسات وشحال اقتصدتي. 220 227 دابا خسرتي اكثر من 2000 درهم، جيسبيغ تكون شي حاجه فريمون نيفو. ايوا على الله تكوني درتي شي شوبينغ يكون يستاهل وفي المستوى، ونشوفوا في الديفيلي ان شاء الله. كنتمنى تكون خديجه دات اطلاله في المستوى، حصرمت لو تيم واللبسه ديالي هي هذيك. خديجه ندوزو الماكياج. اول حاجه غنديرها هي غادي نغطي لابو ديالي. البنات قبل ما نبداو الماكياج ديالنا، من الاحسن نديرو اون بوند ولا ان بوندو سور لا تيت، كومسا الشعر ما يديرونجيناش. ندوزو لو فون دو تان صاوب مزيان سوغ لا بو، ومزيان اللي درتي لو فون دو تان في الوجه ديالك وحتى العنق ديالك، ولكن تنشوف عندك دي كيلكو بيتي بوتون اللي خاصك دير عليهم لو كوريكتور. نديرو لا بودغ باش ما تسقاش لي لا بو كتبري. بالنسبه للمناسبه ديال ديفيلي دو سيدات شوبينغ وبالنسبه للصيف غادي نديرو دي كولور كلير، دي كولور ديال الصيف. انا من قبيله ما هضرتش، راكي غاديه مزيان. لا بوبيير كوم سا باش كتعطينا ليكلا. ديجا الكريون اللي درتي وسط عينك كان زوين بزاف، غير خسرتيه. مونو اون بابيير مونو اون سول كولور ديسكري ناتشوريل او ميم طون كتعطي ليكلا لي زيو. كيبان ليا تحليل منطقي خلاتها الفيلسوفه. ليلى كاين شي نصيحه اخرى تزيدها لخديجه؟ نديرو ان كولور بلو كلير فيغ لو بيج مات في الفوق ديال لي سورسيل بو ميو تراسي لو كونتور ديال لي زيو ديالنا. غادي نديرو شويه ديال الايلاينر خفيف ديسكري كوم سا باش كنكبروا العين كتجي زوينه بزاف. كبري يا لالا كبري، غير ما تنسيش الوقت وتبقاي عين كبيره وعين لا. بغيت نعرف شحال بقى ليا ديال الوقت. ها اللي قلنا 21 دقيقه. اه وي سوبر. دابا بقات لنا ماسكارا. الماسكارا خديجه راه مازال لك الشعر وعندك غير 30 دقيقه في التوتال. غنديروا ماسكارا بوغ لي سورسيل حيت كتفيكسي لي سورسيل وكيبقاو طول لا جورني ما كيتزعزعوا ما حتى حاجه، دونك فريمون سامبا. ايوا لي ليفغ غادي ندير دو كولور ديفيرون. انا اللي في راسي خيلوطه كتكون في العيد الكبير، ولكن الله اعلم عاوتاني ورينا اختي هذا الميلونج كي غادي يخرج. انتم غتشوفوا معايا. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يخلطوا جوج ديال الالوان وسورتو اذا كانوا بهاد الالوان الاحمر ولا الفوشيا، نديروا القلم ونرسموا مزيان لابوش ديالنا عاد نديروا لك. دابا انا ساليس. لا لا على سلامتنا، ولا جات عليا غير انا تبارك الله عليك وخمسه وخميس، ولكن الراي ديال ليلى والبنات كيكون ادق. كنشوف انا دارت المجهودات في الماكياج ديالها سي تري تري بيان، دارت يعني لي فارا بوبيير لو ماسكارا لو روج ا ليف. مالوغوزمون عندها دي تكنيك اللي ماشي هما هذوك، مثلا لو فاراجو حطاتو هكا عاوتاني سي با جولي، باقي عندها خصها دي تكنيك تعلمو في الماكياج. مي دون لونسومبل جو لايك. كنت منتظر منها بزاف شي حوايج اخرى اللي ما عرفتش علاش ما تبقاتهاش. هذه الملاحظه الوحيده عندي هو ان دات على وجهها مواد كثيره بزاف. الماكياج ما عجبنيش كامل، دارت لو تخي وسط عينها ازرق زوين، مي ما كانتش تكمل هذاك الشيء اللي فوق من عينيها بالفار بوبيير بزايد، طفات عاوتاني عينيها والاي لاينر و سيتي ان بو شارجي. دابا غادي نوريكم كيفاش كنقاد شعري شحك جوك.
كيعجبني ندير لا فرانش بالايي كتعطيني كتجي معايا. وشكون شكر العروسه؟ ها شكون شكر العروسه؟ ملي كنساليو لا فرانش كنديرو لا كومسا باش كتعطينا لو فوليوم كتجي بالايي. جو بونس دابا ساليت مي شوفو. كون زعما في المسابقه دارت لينا اون كوت شوفال ولا شي حاجه حدا اخرى، مي لا بروشين سي بيان سي بيان. درت البروشين كتعرف تصوب شعرها، مي جوغي بريفيري تكون دارت لينا شي حاجه بلو مودرن. رجعت فينا زوين بدات شويه البوكل قلباتو شويه عاود دارت دي روتوش زوين. دير هكا شي بشيطات جمع شعرها اللوك من عندي جهه رائع وهذه بيه لوجه احسن. استاذه استاذه والله الا قلتها لها اللي حط الله عطاه هي بارفوا لو لوك فينال كيفاجئ. ايوا راه واقيلا وصلات، نمشيو نشوفوا شوبينغ ديالها. يلا ساميه سعاد وهدى مرحبا بكم لاول مره في بوديوم سيدات شوبينغ. مستعده تشاهدوا اول ديفيلي لهذا الشهر وتكتشفوا واش كيحترم الموضوع؟ نشوفوا ونكتشفوا كلنا من بعد الفاصل. صافي انا مستعده باش ندير الديفيلي ديالي ومتاكده انني احترمت لو تيم اللي عطاتنا ليلى الحديوي. اه جو لايك لا تنو ديالك خديجه، اختاريتي هذاك لو لوك اللي جا معاك احسن فيهم كامل. وفي هذا اللوك خديجه شرات فيست ب 450 درهم، شوميز ب 99 درهم، سروال ب 199 درهم، ساك ب 700 درهم، صباط ب 675 درهم، وحلقات ب 150 درهم. في المجموع خديجه صرفات 2273 درهم. لو او زوين لان فريمون كنشوفوا لي زامبريمي ديال الصيف وفي ان رابيل دو بلو لي ريجي اسورتي مع داك لو بونتالون اللي اختاريت. بونتالون بلو كوب دروات جات معايا لا مورفولوجي ديالك هي هذيك. لا فيست كنظن بان عجباتك وهي زوينه ولكن شويه صعبه بيك لو تيم. لي بوكل دوغي هما مزيونين ولكن المشكل هو العنق ديالك. تنشوف بان فريمون ساتو تاس كان عليك تاخدي اون اوتر كولور ولا المهم يجيو شي شويه قصار على داك الطوله ديال هاد لي بلوم، مي دون لونسومبل سا باس افيك لا توني. لو ساك جون سامبل بو، لا كوب ديالتو تري مودرن، دونك فريمون تري بون شوا. Les chaussures tricolores, le style étalon, je like. Mais le make-up, tu peux mieux faire, mais je like. شعر نهائيا جو نلايك با. خديجه بالنسبه ليا داخله في الموضوع ديالنا اللي هو لوك على الموضه بالوان الصيف 2019. خديجه تبارك الله عليك، اللوك ديالك داخل في لو تيم وربحك نقطه من عند ليلى، ولكن واش المنافسه ديالك غادي يكون عندهم نفس الحكم؟ هدى، سعاد، ساميه، خديجه كتسنى حاجه واحده، الراي ديالكم. خديجه تبارك الله عليك، اللبسه هي اللي انا كومونتيت عليها وعجبتني. دخلتي فيها صندال فيها لو جون سي بيان مع لو ساك دي بوكل. حاجه واحده عندي فيها المشكل دابا انا هي لا فيست، ما عجبتنيش مع اللبسه كاع. اي بدايه غير مشجعه، لا فيست قطعه اساسيه من اللبسه وهادشي ممكن ياثر على النقطه ديال هدى، ما نتشائموش. لاله سعاد لا خديجه تبارك الله عليك جيتي غزاله غزاله بزاف. ميرسي بوكو. تبارك الله عليك لا في اختيارك الالوان ولا الصندال ديالك، الصندال عجبتني بزاف، ولكن انا كنت متوقعه واحد الكسوه لكن حتى بغيتي تاخذيها وما قيستيهاش تفاجئت. اهلا
على لا سعاد بلا ما تقلبي عليها المواجيع. مي باركونتخ الاخرين ما لقيتش لاطاي ما بقاش. واخا حاجه وحده كنت كنتمنى شعرك لو كنتي تجمعي كان غادي يعطي وجهك واحد اطلاله اخرى. خديجه هادشي ما كيبشرش بالخير، باقي لك امل واحد. ساميه دونك تبارك الله عليك، ميرسي ساميه، ميرسي لو تيم ديالك. مي غادي ندير ان بتيت غمارك على الميلونج دو كولور. لو جون شويه زدتيه من الفوق، جوري ايمي كون بقيتي غير في لي كولور اللي عندك هنايا. تو بوفي جوي شويه على هاد لو بيتي روز اللي كاين هنا، ولا روج، ولا لو بلون ميم كنتي تلعبي بالبلون. مي بون سي ان شو ابري تو، سي ان شو اللي يقدر يكلفها بزاف الا التعليقات ديالكم اثرت على النقط اللي غادي تعطيوها واللي غتمثل 50% من النقطه النهائيه ديال خديجه. كتبان لي خديجه مخلوعه وبيناتنا حتى انا ساميه المرآت. انا عطيتها لنوت ديال 5 لانه اول حاجه لو تيم الالوان ولا توندونس 2019 احترمت شويه في لي شوزور وفي اللو، ولكن لو مارياج كامل ديال لو لوك اون توتال ما كانش مزيان. والنقطة الخمسة حتى هي ما مزياناش، ولكن هذا قرارك وما بيدينا ما نديرو. أستاذة شحال تعطي لخديجة في امتحان سيدة الشوبينغ؟ عطيتها نقطة 6 بكل موضوعية، لأن كانت في التام الموضوع إطلالة ديالها كانت ضمنة في الموضوع، فقط كان عندي تحفظ على الجاكيت ديال جين كانت خارج الموضوع. هاد لافيست اللي خارج الموضوع بان ليا هي اللي غادي تخرج على خديجة، بقات غير النقطة ديال هدى، وفي هاد الشيء هدى إلا ما ضرات ما كتنفع. هدى يهديك الله. عطيتها النقطة ديال 6، أول حاجة ديال الجاكيت، ثاني حاجة على شعرها اللي كومونتيت أنها ما جمعاتوش، ثالث حاجة على الميك اب اللي كان شوية ما عجبنيش. هذا كيبقى رأيك وماشي من حقنا تدخلوا فيه. بعد النقاط كتحصل خديجة أول مشاركة في هذا الشهر على معدل 5.67، والمنافسة عاد بدات. شكون في باقي المشاركات غتحصل على نقاط أكثر؟ هادشي اللي غادي نكتشفوه في الأسابيع المقبلة. شكرا لك خديجة اللي متاتينا طيلة هذا الأسبوع بالشوبينغ ديالك وحتى لو ديفيلي. وانتم مشاهدينا نتلاقاو إن شاء الله يوم الإثنين باش نتعرفوا على المتسابقة الثانية ديال هذا الشهر. السلام عليكم.